انا ميكي ماوس. كيف دوزناه شويه صعيب، شي صعوبات شويه كاينين، وهذا العام كنتمناو يكون احسن من العام اللي فات. الفيروسات بزاف، كورونا، كان الحر الصحي، يعني يعني البلاد كانت كتعاني بزاف. هذا العام ديال 2022 كنتمناو يكون احسن من 2021. و 2021 دوزنا شاقه شويه مع هذا الوباء وهذا الكورونا وهذا الشيء، دوزنا قاصحه شويه، دوزنا شويه صعيبه شويه بالمشقه. وبين السنه الجايه ان شاء الله بين الدخول علينا يحيد من هذا الوباء ويصعب لنا هذا الوباء هذا ويجي فيها الله شويه الشتاء الله يرحمنا. الحمد لله دازت بخير، واخا شويه المخاوف وكورونا والاحتياطات وداك الشيء، الحمد لله تأقلمنا معها وكل شيء داز بخير الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله الله يفعل لنا هذا الوباء وترجع الحياة الطبيعية كما كانت ونكونوا كل شيء بخير ان شاء الله. كنتمنى خويا من خاطري، كنتمنى من خاطري ان شاء الله هذه السنة تدخل علينا بالصحة والعافية، وكنتمنى من خاطري انا العام الجاي ما يلقانيش انا قاني في الغربة وحتى خويا. الاجواء العماد الا شوية الهدوء، اشكو متناكش من تيقمي بكري، يعني ورسوني اللي اتفوق تر 12 نغيد نغد الوحدة نغيد ال 11 نغيد كل شيء يا ريكش متيقمي. مع الاجواء ديال كورونا الحمد لله على كل حال، كنتمناو ان العام الجاي يكون عام مليء بالافراح ويرفع علينا الله هذا الوباء ان شاء الله، وسنه سعيده للجميع. شكرا. كنتمنى غير تمشي هذه كورونا هذه ويكون بنادم عنده الصحه ديالو، يتمنى تكون عنده الصحه وصافي بركه، ما كنتمنى باقي حتى شي حاجه، صافي هذا الشيء اللي كنتمناه.